منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، 8 بتوقيت غرينتش. مخيمات اللجوء السوري جريمة منظمة وتجنيد للأطفال. من السهل جدا على المجتمع الدولي اتخاذ موقف سياسي إزاء هذه القضية أو تلك، لكن الأصعب هو تحمل تبعات هذا الموقف على الإنسان. الحرب المستعرة في سوريا منذ أكثر من عامين تمخضت عن ملايين اللاجئين داخل وخارج البلاد وفي مخيمات اللجوء في دول الجوار. يعاني اللاجئون السوريون من ظروف معيشية لا يمكن للعقل أن يتصورها. الأمم المتحدة اعترفت اليوم في تقرير لها أن هذه المخيمات تعاني من تفشي الجريمة المنظمة، إذ تشكلت هناك عصابات من اللاجئين أنفسهم تتحكم في مصير مئات الآلاف ممن اضطروا إلى هجر ديارهم قسرا. التقرير كشف أيضا أن بعض الجماعات التي تقاتل في سوريا تعمد إلى تجنيد الأطفال للمشاركة في الحرب، الأمر الذي يشكل بنظر الأمم المتحدة جريمة ضد الإنسانية. وذكر التقرير بالاسم مخيم الزعتري في الأردن ومخيم دوميز في كردستان العراق. فأين تبدأ مسؤولية المجتمع الدولي وأين تنتهي مسؤولية الدول الحاضنة للاجئين؟ مخيمات اللجوء السوري جريمة منظمة وتجنيد للأطفال، موضوع حوارنا الليلة على سكاي نيوز عربية. حوار الليلة مع مهند الخطيب. ينضم إلينا بعد قليل في هذا الحوار من عمان مدير العلاقات والتعاون الدولي في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين علي بيبي، ومن عمان أيضا الكاتب الصحفي ماهر أبو طهير، كما ستشارك معنا خلال هذا البرنامج من عمان المتحدثة الإقليمية باسم منظمة اليونيسف جوليا توما. بإمكانكم أيضا المشاركة في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعينا تويتر وفيسبوك. قبل النقاش هذا موجز من الأنباء. مخيمات اللجوء السوري جريمة منظمة وتجنيد للأطفال، موضوع حوارنا الليلة. أرحب مرة أخرى بضيوفنا، معنا من عمان مدير العلاقات والتعاون الدولي في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الأستاذ علي بيبي، معنا أيضا من عمان الكاتب الصحفي الأستاذ ماهر أبو طير، كما ستشارك معنا خلال هذا البرنامج من عمان أيضا المتحدثة الإقليمية باسم منظمة اليونيسف جوليا توما. أذكركم أيضا أن بإمكانكم المشاركة معنا في هذا الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعينا تويتر وفيسبوك. مرحبا بضيفي. أستاذ علي، سأبدأ معك أولا، مساء الخير، مرحبا بك في البرنامج. الحقيقة التقرير الذي نشر بالأمس تقرير يعني يندى له الجبين إذا جاز التعبير، يتحدث عن جرائم منظمة، يتحدث عن نساء يفتقرن إلى الأمان، يتحدث عن تجنيد أطفال، حالات وظواهر حقيقة الشخص العادي يعتقد بأنها بعيدة كل البعد عن أماكن إيواء هؤلاء اللاجئين الذين جاءوا أصلا من ظروف صعبة جدا ليحصلوا على بعض الأمان. كيف نفسر هذه الظواهر؟ بلا شك أن التحدي الأكبر يكمن في هذه المخاوف. هذه دراسة تعكس المخاوف الأساسية لدور المفوضين. دور المفوضية هو حماية اللاجئين، ونحن نعمل بشكل مباشر مع كافة الجهات وخاصة مع على سبيل المثال السلطات الأردنية في تفادي هكذا تحديات على أرض الواقع. نحن نتحدث عن جرائم، هذه الجرائم يعني تتعلق أيضا بمفهوم سيادة القانون داخل المخيم وخارجه تحديدا. أيضا نحن نؤمن أن حقوق وواجبات اللاجئين بلا شك هي جزء أساسي من أهمية ترسيخ مفهوم سيادة القانون، ولكن أيضا نحن بالتعاون مع الجهات الأردنية نرسخ هذا المفهوم على أرض الواقع من خلال دعم ومساندة الجهات الأردنية في تطبيق أسس الأمن والاستقرار داخل المخيم وخارجه أيضا. يعني أنا أتفهم جوابك الدبلوماسي أستاذ علي، ولكن أود
منك على الأقل بعض المؤشرات على أنه من يتحمل هذه المسؤولية؟ لا شك أن هناك مسؤولية تتحملها جهة أو جهات ما لانتشار هذه الظواهر داخل المخيمات سواء في الأردن أو خارج الأردن. من الذي يتحمل بالدرجة الأولى هذه المسؤولية؟ المسؤولية تقع على الجميع بلا شك، أن المسؤولية تقع ضمن الموارد والإمكانيات المتاحة حاليا لقيام السلطة أو لقيام السلطة الأردنية في تطبيق القانون، وأيضا للمفوضية بأداء دورها الإنساني داخل مخيم وخارجه. لذا نعول أن يقوم المجتمع الدولي بدعم ومساندة برامج المفوضية وأيضا لبسط الأمن والاستقرار في المخيم وخارجه. الأهمية أيضا تقع على عاتق اللاجئين في احترام سيادة القانون في الدولة المضيفة. طيب، يعني أنت ذكرت جهتين، ذكرت الجهات الدولية من جهة وذكرت اللاجئين نفسهم، لم تتحدث كثيرا عن الدول المضيفة. الدول المضيفة بضمن إمكانياتها طبعا بطبيعة الحال نحن نتحدث عن مخيم، على سبيل المثال مخيم الزعتري يقبل ما يقارب 120,000 لاجئ. ضمن المحددات الأساسية لتقديم الأمن والاستقرار في أي منطقة يجب أن يتوفر الأمن والحماية ضمن إمكانيات، ونظرا لضعف الإمكانيات المالية لتعزيز هذه الموارد نرى أن هناك بعض من السرقات، سواء كانت السرقات داخل المخيم، وبلا شك أن الدور الأساسي في تعزيزها تعتمد على الموارد المالية. وكمان بحب أذكر هنا أنه المخيم بحد ذاته يعتبر ثاني أكبر مخيم في العالم ورابع أكبر مدينة في الأردن. بلا شك بحاجة الأردن وحكومة المملكة أن تقوم الدول بمساندتها في تعزيز هذا المفهوم. طيب، سأنتقل إلى ضيفي الأستاذ ماهر أبو طير، أيضا الكاتب الصحفي معنا من عمان. مساء الخير أستاذ ماهر، مرحبا بك معنا. مخيم الزعتر الذي تحدثنا عنه وتحدث عنه الأستاذ علي قبل قليل هو واحد من أكبر المخيمات إن لم يكن أكبرها الذي يؤوي اللاجئين السوريين. التقرير الذي صدر عن الأمم المتحدة يقول إن شبكات الجريمة المنظمة تعمل في مخيم الزعتري بالأردن، أكبر مخيمات اللاجئين والذي يؤوي ما يصل إلى 130,000 لاجئ، والمخيم ينعدم فيه القانون من نواحي عديدة، وموارده إما تسرق باستمرار أو تخرب، والتقرير يعيد السبب في ذلك إلى انعدام القانون في المخيم من نواحي عديدة. يعني هذه بيئة لا تبدو لقارئ التقرير على أنها بيئة حاضنة ومشجعة وتوفر الأمن والأمان للاجئ الذي هرب من المعارك المستعرة في بلاده وجاء ليحصل على الأمان في الأردن، ما رأيك؟ نعم، دعني أستاذ مهند أتحدث هنا بحيادة تام. تقرير الأمم المتحدة احتوى على بعض الحقائق الهامة، إلا أن التقرير وقع في مشكلة كبيرة تتعلق بتعميم هذه الحقائق على كل مخيم الزعتري. كما أشار السيد علي بيبي، المخيم تجمع سكاني كبير، ولربما هو من حيث العدد يماثل رابع يعني مدينة أردنية، وبالتالي من الطبيعي أن توجد هناك سلوكيات خاطئة ومشاكل في هذا المخيم. ولكن التعميم بحيث يتم رسم صورة للمخيم بأنه يعني شبكة من المافيات أو غارق في الجريمة المنظمة، هذا تعميم خاطئ جدا، وليس أدل على ذلك من استمرار موجات اللجوء إلى المخيم. لو كان هذا المخيم يعني يخضع لهذه الفوضى العارمة بالشكل الذي تطرق إليه التقرير لما تدفق اللاجئون السوريون إلى الأردن وإلى هذا المخيم. نعم، ولكن أستاذ ماهر، هذا التقرير يعني صدر عن منظمة دولية معنية باللاجئين، يعني هي أيضا من مصلحتها ألا تضخم الأمور، هي تريد أن تعرض الحقائق كما هي ولا مصلحة لديها في تضخيم هذه المسألة. أنت تتحدث عن أن التدفق ما زال مستمرا للمخيم، التقرير يقول نظرا للأوضاع القاسية في مخيم الزعتري إلى جانب ارتفاع معدلات الجريمة به، فمن غير المفاجئ الاستماع للاجئين يتحدثون عن رغبتهم في الهروب. يعني اللاجئ السوري الذي جاء من المعارك المستعرة في بلاده يود الآن بعضه على الأقل أن يعود إلى سوريا أفضل من البقاء في مخيم الزعتري،
يعني هذا الشيء مخالف للمنطق يعني في أدنى حد. نعم أستاذ مهند، عودة اللاجئين من مخيم الزعتري إلى سوريا عودة يومية تجري بشكل يومي خلال الأشهر القليلة الماضية، وهذه العودة لا تجري بسبب فقط بيئة المخيم ولكن لاعتبارات كثيرة. ثانيا، أنا لا أنفي تقرير الأمم المتحدة ولا يعني أميل إلى التقليل من أهميته، ولكن هناك مبالغة من حيث يعني التعميم على أن كل بيئة المخيم فوضوية وسيئة وغارقة في الممارسات الفاسدة أو السيئة. يعني هناك مخالفات سلوكية، هناك تهريب مخدرات، هناك كما أشار التقرير يعني لربما تيارات سياسية وجهادية تشتغل في المخيم، هناك أحيانا محاولات اعتداء على هيئات دولية وأردنية، هناك قضايا كثيرة تحدث أيضا اعتداء على منشآت لها علاقة بالجمعيات الخيرية. أنا لا أقول لك أن بيئة المخيم مثالية وممتازة، ولكن لا، التعميم هنا غير مناسب، لأننا أيضا يا أستاذ مهند أمام يعني أكثر من 120 ألف سوري ما زالوا في المخيم، لم يرحلوا هؤلاء بشكل جماعي. طيب، والذي يريد الرحيل إذا سمحت لي لا تمانع السلطات الأردنية في تأمين وصوله أو عودته إلى سوريا. وأيضا دعني إذا تكرمت أن أشير إلى نقطة مهمة، يعني هذه بيئة صعبة جدا يعني أقيمت بسبب ظرف الحرب وما نراه في سوريا، ومن الطبيعي جدا هنا بالمناسبة أن تخضع لبعض الممارسات السلبية. طيب، يعني حتى لو افترضنا أنه كلامك صحيح ودقيق أستاذ ماهر وأنه هناك مبالغة في هذا التقرير، خلينا نقول 50% مما ورد في التقرير صحيح، كويس؟ من يتحمل مسؤولية هذه المخالفات الرهيبة التي وردت في التقرير؟ نعم، هنا يعني أيضا بكل حياد يعني السلطات الرسمية أو الحكومة أو المؤسسات الرسمية الأردنية المشرفة على المخيم هي إحدى الأطراف التي تتحمل المسؤولية. نحن هنا لسنا في وارد الدفاع عن أي طرف، فلذلك الحكومة الأردنية تتحمل جزء من المسؤولية، المؤسسات الدولية أيضا ما يمكن تسميته بالوسط الاجتماعي للاجئين السوريين يتحملون جزء من هذه المسؤولية في إدارة العلاقات داخل المخيم، ولذلك الشراكة في المسؤولية هنا متعددة. ولكن يعني بصراحة الذي يزور مخيم الزعتري ويراقب الوضع من الداخل يكتشف ببساطة أن القدرة على السيطرة تكاد تكون جزئية داخل المخيم بسبب اتساع مساحته وبسبب انكشاف أشياء جديدة كل يوم وبسبب خروج مجموعات وعودة وقدوم مجموعات جديدة، ولذلك هذا مناخ منساب ومتحرك غير قابل للسيطرة الكاملة، وهذا لا يعفي أي طرف بما فيه السلطات الأردنية من مسؤوليتها تجاه هذا المخيم. ودعني أوضح هنا نقطة مهمة، أن ذات يعني سكان المخيم دخلوا في مواجهات مع الدرك والسلطات الرسمية بسبب مشاكل عديدة داخل المخيم تتعلق بإدارة شؤون حياتهم ومستوى الغذاء والدواء وبعض القضايا. في المحصل علينا أن نتذكر أن هذا مخيم للجوء ولن يخضع لبيئة مثلى وسيبقى خاضعا لهذه البيئة الصعبة والمتقلبة. طيب، سأعود بعد قليل لأسألك عن يعني الأردن دائما يطرح مسألة الإمكانات والإمكانات المحدودة للأردن وعدم تمكنه من تقديم الخدمات اللازمة بشكل جيد لهؤلاء اللاجئين. سأسألك عن هذا الموضوع، عن ربما ما يتلقاه الأردن من مساعدات لإدارة مثل هذا المخيم، ولكن دعنا ننتقل الآن إلى السيدة جولييت توما المتحدثة الإقليمية باسم منظمة اليونيسف في عمان. مساء الخير سيدة جولييت، مرحبا بك معنا. التقرير الذي نتحدث عنه أشار في الكثير من أجزائه إلى الأطفال تحديدا، مسائل إنه الأطفال الكثير منهم لا يدرسون في المدارس، هناك قُصّر يعني أطفال تحت السن القانوني يتم تجنيدهم من جماعات مسلحة في 15 أو 16 من العمر، هناك أيضا أطفال قُصّر يعبرون من مناطق أخرى إلى الأردن للذهاب إلى سوريا. هناك الشيء الخطير الذي لفت نظري الحقيقة، التقرير يقول إن سوريا ستشهد على الأرجح تكرارا لما يسمى أطفال طيور الجنة الذين دربتهم القاعدة لتنفيذ تفجيرات انتحارية في العراق. هل كل هذه الأمور تجري في مخيم الزعتري بحسب علمك؟
نعم، شكرا جزيلا. في الحقيقة هناك تقارير طبعا صحيحة عن ما ذكرت حضرتك، وطبعا هذا التقرير حضرته مؤسسة زميلة ومنظمة صديقة وهي منظمة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. نعم، هناك حالات من تجنيد الأطفال، هناك حالات من تزويج الفتيات الشابات، هناك عدم وجود كافي للأطفال في المدارس، ولكن هناك عمل يجري على أرض الواقع كما ذكر زميلي علي، يجري في المخيم. على سبيل المثال هناك 3 مدارس قامت اليونيسف ببنائها في داخل المخيم، واستطعنا تسجيل 12,000 طفل في مخيم الزعتري من أجل الالتحاق في المدارس. هناك طبعا عمل على تحسين الظروف المعيشية كما تفضل زميلي أبو طير، الوضع غير مثالي، الوضع غير طبيعي، ولكن هناك عمل يجري على الأرض. مثال آخر هو نقل المياه، نقوم بنقل 4 مليون لتر من المياه للمخيم بشكل يومي. يعني هناك طبعا تقارير ولا نستطيع أن ننكر هذه التقارير، من الجيد صدور مثل هذه التقارير التي صدرت صباح هذا اليوم، لأن طبعا هذا يسلط الضوء على حجم المشكلة. لا. وهذا طبعا يسلط الضوء على حجم المأساة السورية. يعني سيدة جولييت تقولين أن الوضع غير مثالي، يعني أعتقد أنه وصف دبلوماسي إلى حد كبير. الوضع مزري في مخيم الزعتري، يعني ربما كان الوصف الأدق. من يتحمل مسؤولية الوضع مزري ليس فقط في مخيم، في مخيمات أخرى، ولكن دعينا نتحدث عن الزعتري تحديدا لأن التقرير يشير إليه بشكل كبير. يشير التقرير إلى مخيم الزعتري بشكل كبير لأن هذا ثاني أكبر مخيم في العالم. خلال عام كامل يعني فوجئنا بالكم الهائل من اللاجئين الذين أتوا إلى المخيم، وخلال عام كامل اضطررنا جميعا في المؤسسات الإنسانية الفاعلة على الأرض في الأردن وبالتعاون مع الحكومة الأردنية اضطررنا إلى يعني مضاعفة الجهود العادية التي نقوم بممارستها في أي أزمة إنسانية أخرى. فخلال عام كامل فوجئنا بحوالي 450 ألف لاجئ يعني فرد مرة إلى الأردن، وهذا طبعا يعني عدد مهول. الوضع مزري، نعم الوضع مأساوي، ليس فقط في الزعتري، في سوريا حيث زرناها قبل 3 أسابيع أستطيع أن أقول لك أن الوضع هناك أيضا في غاية المأساوية. المأساة السورية هي أمر يعني نواكبه في المؤسسات الإنسانية، لم نواكبه منذ سنين طويلة، منذ حوالي 18 عام. يعني الوضع بشكل عام هو في غاية السوء، ولكن هذا إن دل على شيء يعني نوجه النظر اليوم لمخيم الزعتري، ولكن هو قصة، هو مثال واحد عن عدد من عشرات القصص الدراماتيكية التي تحصل مع الشعب السوري. سيدة جولييت، بدي أسألك مرة ثانية بطريقة أخرى، هل تتحمل السلطات الأردنية الدولة المضيفة جزء أساسي من المسؤولية عن هذا الوضع؟ الحكومة الأردنية فتحت حدودها أمام أشخاص كانوا عالقين في خط النار، وقد كانت كريمة جدا مع السوريين ولا تزال كريمة جدا، وعلينا جميعا واجب إنساني لاستقبال أولئك الأشخاص السوريين من ناحية إنسانية ومن ناحية قانون دولي إنساني. هناك واجب على المؤسسات الإنسانية وعلى الدولة المضيفة أن تستضيف الأشخاص الهاربين من خط النار وتقديم الخدمات اللازمة لهم. يعني عليها مسؤولية ولا ما عليها مسؤولية؟ على جميع مسؤولية، علينا نحن كمنظمات إنسانية، وأنا غير مخولة أبدا أخي مهند أن أتحدث عن الحكومة الأردنية، أنا أقول لك ما أعرفه وما أعرفه أكثر من أي شيء هو أن علينا كمؤسسة إنسانية هو تقديم المساعدات في الحجم الأكبر وفي الطريقة الأمثل والأسرع من أجل عدم تدهور الوضع أكثر. هذا هو واجبنا الإنساني في المنظمات الإنسانية. قبل أن تغادرينا السيدة جولييت، دعيني أسألك عن مسألة أنت أثرتها، تزويج الفتيات الشابات. أنت استخدمت كلمة تزويج، التقارير التي اطلعت عليها تتحدث عن يعني مسألة تتعدى التزويج، التزويج عملية شرعية تتم بشكل شرعي. ما يحدث لهؤلاء الفتيات بحسب التقارير هو استغلال جنسي لفتيات قاصرات من قبل
أشخاص يقومون بهذه العملية عن كل وعي وبكل سابق إصرار وتصميم، ما رأيك؟ تزويج الفتيات تحت سن 18 هو أمر مخالف للقانون وهو ضد حقوق الإنسان، وهناك حالات نعرفها ليس فقط في الزعتري ولكن أيضا في أماكن أخرى في داخل سوريا أيضا وفي العراق وفي لبنان. هذه حالة شائعة، لا يوجد عندنا أي أرقام ومعطيات عينية أستطيع أن أشاركك بها ومع المشاهدين الآخرين، ولكن هناك عمل جاري على مواكبة هذه الظاهرة، وهناك طبعا هذه الظاهرة أولئك الذين مثل حضرتك ومثل الزملاء الآخرين الذين عملوا في يعني حالات طوارئ أخرى وفي حروب في حالات الحرب، هذه ظاهرة شائعة، وهناك طبعا واجب على كل المنظمات الإنسانية لوضع حد لهذه الظاهرة لأنها ظاهرة مخالفة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي. سؤال أخير وباختصار إذا سمحتي سيدة جولييت، صحيفة التلغراف البريطانية كشفت قبل حوالي 4 أو 5 أشهر عن وضع الفتيات في المخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، تحت تقرير تحت عنوان فتيات للبيع. تقول الصحيفة إنه البغاء العلني يتم بمساعدة بعض حراس هذه المخيمات في الأردن، هل بالفعل بحسب معلوماتك هذه المعلومات دقيقة؟ التلغراف كانت إحدى الصحف التي تعرضت لهذه الظاهرة، كما قلت لك قبل قليل مهند الظاهرة موجودة ولا يستطيع أي أحد أن ينكرها، الصحافة الدولية والصحافة العربية غطت هذا الموضوع، نقوم في المنظمات الإنسانية وتحديدا في اليونيسف وكغيرنا من المنظمات التي تعني بشؤون حماية الفتاة وحماية المرأة الشابة بالعمل على صد هذه الظاهرة لأنها ظاهرة مخالفة لحقوق الإنسان ويجب ألا تتكرر، فيجب ألا ننكر وألا نغطي الشمس في عباءة أن هذه ظاهرة لا تتكرر أو غير موجودة، هي ظاهرة موجودة وهناك واجب على كل الأشخاص وكل الأفراد العاملين على الأرض يعني في وضع حد لهذه الظاهرة. أعتقد أن تقديم المياه وتقديم الغذاء وتقديم التعليم هو بذات الأهمية لوضع حد لهذه الظاهرة. شكرا جزيلا لك يا سيدة جولييت توما المتحدثة الإقليمية باسم منظمة اليونيسف، وبالمناسبة يعني بعيدا عن التقارير السلبية، منظمة اليونيسف تقوم بعمل رائع ليس فقط في الأردن ولكن في دول كثيرة من العالم لتحسين الأوضاع التي يعيش فيها الأطفال. شكرا جزيلا لك سيدة توما على وجودك معنا اليوم. نتابع الجزء الثاني من حوار الليلة ولكن بعد قليل. نواصل الحوار الليلة حول مخيمات اللجوء السوري، جريمة منظمة وتجنيد للأطفال. أرحب مرة أخرى بضيفينا في هذا الحوار، معنا من عمان مدير العلاقات والتعاون الدولي في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الأستاذ علي بيبي، معنا من عمان أيضا الكاتب الصحفي الأستاذ ماهر أبو طير. أذكركم أيضا أن بإمكانكم المشاركة معنا في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعنا تويتر وفيسبوك. هذه بعض المشاركات التي وردت قبل قليل من المشاهدين. بلال علي يقول في مشاركة له على فيسبوك: العصابات الإرهابية المسلحة قتلت الأطفال واتخذت من المدنيين دروعا بشرية. عبد الله مغربي يؤكد من جهته أنه يجب على النظام أن يسمح بدخول المنظمات التي تهتم برعاية الأطفال لمساعدتهم والتخفيف من معاناتهم، أعتقد يقصد النظام في الأردن أو سوريا لا أدري. محمد طعمة يشير إلى أن هذه مسؤولية وحق للسوريين على دول العالم بالمساعدة على تخفيف أثار هذه الحرب لتجنب ظهور مجرمين وإرهابيين. فهد السليمي يقول في مشاركة له على تويتر: هم أطفال جعلتهم المحن رجالا رغم كل شيء. بدر العنزي يؤكد أن أطفال العالم الآن في الأسواق يشترون الثياب والألعاب وأطفال سوريا تغطي وجوههم الدماء والتراب. أخيرا شهد تقول على تويتر: يعاني السوريون في الداخل من القصف
وفي المخيمات يواجهون الموت من البرد والجوع. أعود مرة أخرى إلى ضيفي الأستاذ علي بيبي مرة أخرى من عمان. يعني تعليقات حقيقة بعضها محزن، يثير الحزن، خاصة ما قالته شهد في آخر تعليق: يعاني السوريون في الداخل من القصف وفي المخيمات يواجهون الموت من البرد والجوع. ما الذي يعني يجب عمله أستاذ علي؟ يعني تحدثنا عن الجانب السلبي، الآن دعنا نتحدث عن بعض ما يمكن عمله لتجنب هذه الظواهر السلبية لتحسين الأوضاع داخل هذه المخيمات. الأردن مثلا دائما يطالب بزيادة المخصصات الدولية حتى يتمكن من التعامل مع هذه المسألة. هل فقط المال الذي يحل هذه المشاكل؟ بلا شك أنه الجزء الأساسي منها المورد المالي. يعني بدي أعطيك مثال بسيط. يعني قبل تقريبا 3 أو 4 أيام ناشدنا كمفوضية سامي للأمم المتحدة الدول المانحة وأن تأخذ مسؤوليتها ودورها الإنساني في مسألة بسيطة لإلنا إشي كبير. يعني عندي 15,000 طفل بين عمر يوم و24 شهر في مخيم الزعتري، ومن خلال المناشدة بنطالب بحفاضات للأطفال، لأنه بعد تقريبا 4 أو 5 أيام لن يكون هناك أي طفل نقدر أنه نأمنه بأي حفاضات. وقامت مشكورة دولة الإمارات العربية المتحدة والهلال الأحمر الإماراتي بتلبية هذا النداء بتأميننا بحفاضات الأطفال لمساندة ودعم هؤلاء الأطفال داخل المخيم. هاي مشكلة وتحدي كبير بنواجهه بشكل يومي. المورد المالي أساسي لتمكين ليس الدولة المضيفة ولكن لتمكين المنظمات الإنسانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للقيام بواجبها الإنساني بأقل تقدير. يعني هذا بس بسيط، مثال بسيط يعني بنواجهه بشكل يومي. يعني عم نحكي على موضوع 4 مليون لتر مي بدخل المخيم يوميا ل 120,000 لاجئ. الأردن يعتبر من أفقر الدول بالعالم بهاي المورد الهام واللي هو مورد المياه. رغم ذلك في بعض المناطق في العاصمة الأردنية لم يصلها الماء منذ أشهر. فأيضا تكمن مسؤولية، ليس فقط مسؤوليتنا نحن كمنظمات إنسانية، ولكن لنتمكن من القيام بواجبنا يجب على المجتمع الدولي بالمساهمة في دعم هذه الإمكانيات، لأن الموارد اللي إحنا بنواجهها في هذه الأيام ضئيلة. نقدر أن نستطيع أن نقدم ما نقدر ضمن الإمكانيات الموارد التي نحن نواجه بلا شك تحدي كبير في هذا المجال. طيب سأعود بعد قليل لأسألك عن بعض المخيمات التي لا تديرها الأمم المتحدة، التي لا تخضع ل يعني إدارة وسلطة الأمم المتحدة، ربما في دول أخرى غير الأردن. ولكن دعني أنتقل إلى الأستاذ ماهر مرة أخرى في عمان. أستاذ ماهر، الأردن دائما يشكو من قلة الحيلة، الموارد المحدودة التي لا تمكنه من تقديم الخدمات لهؤلاء اللاجئين بشكل جيد. هل لديك أي فكرة كم حصل الأردن حتى الآن، يعني المبالغ التي حصل عليها والمخصصة لمسألة اللاجئين؟ والله يا أستاذ مهند لا يوجد لدي رقم نهائي، ولكن الأرقام التي أعلنت بمئات ملايين الدولارات. وبصراحة دعني أوضح لك هنا نقطة مهمة، يعني السياسة الرسمية الأردنية قائمة على الاستغاثة، وشعارها تجاه الأزمة السورية وملف المساعدات يقوم على كلمات محددة تقول هل من مزيد، وهذه الكلمات بالمناسبة سببت انطباعا سلبيا بين اللاجئين السوريين وبين الأردنيين أن هناك حالة من التكسب المالي، ولا أريد أن أتحدث هنا على الجانب السياسي، التكسب المالي بخصوص الأزمة السورية، وذلك بسبب غياب الشفافية وعدم الوضوح وكثرة الشكوى الرسمية من كلفة اللجوء
السوري، خصوصا أن هناك خلطا في المعلومات بين الكلف أو الموارد المالية والعينية التي تذهب لمخيمات اللاجئين السوريين سواء الزعتري أو غيره من المخيمات، وتلك الكلف التي يعني محسوبة على الخزينة التي تستغيث مرة أخرى، ومحسوبة على الخزينة عبر تغطية العلاج والتعليم وغير ذلك من قضايا، خصوصا أن ليس كل اللاجئين السوريين موجودين في المخيمات، هناك مئات الآلاف من اللاجئين السوريين يعيشون في المدن الأردنية. ولذلك كما أشرت لك يعني المبالغ التي دخلت إلى الخزينة بمئات الملايين، وإذا سألت أي مسؤول أردني فسوف تشعر بإحباط، لأن هناك يعني إحساسا أردنيا بأن هناك خذلان عربي ودولي كبير، وقد كان يتوقع الأردن مساعدات أكبر من المساعدات التي وصلت، خصوصا أن الجهات الرسمية تتحدث عن كلف مرتفعة جدا، ولكن كما أشرت لك في البداية يعني لا اللاجئ السوري يشعر بالرضا ولا المواطن الأردني يشعر أن القضية يعني تعالج بشكل صحيح. وأنا لا أريد أن أفسر هنا الموضوع بشكل سلبي، ولكن عدم شرح السياسات بشكل جيد وعدم الشفافية واستمرار الشكوى من هذا الملف مع وجود تناقضات أيضا. أنا ذات مرة سألت رئيس الوزراء الحالي إذا كنتم غير قادرين على إدامة اللجوء أو إدامة كلفة اللجوء أو إدارة اللجوء السوري، فلماذا تفتحون الحدود وتواصلون الشكوى؟ وأنا هنا لا، مسألة فتح الحدود هذه يعني لها علاقة بالقانون الدولي الإنساني كما تعلم أستاذ ماهر، ومسألة أنه اللاجئين الهاربين من مناطق النار من مناطق النزاعات لهم الحق في اللجوء إلى مناطق أكثر أمنا. هكذا أجاب هو بالمناسبة يا أستاذ مهند أن الأمر ليس يعني قرارا فرديا ولا رسميا، هناك هذا الأمر يخضع للقانون الدولي، ولكن في المحصلة أنا هنا أتحدث بكل صراحة. قضية كلفة اللجوء والكلف بالمناسبة الفردية التي تعلن على كلفة تعليم الطالب في المدارس الحكومية أو كلفة علاج السوري أو تأثيره على الموارد والبناء التحتية أيضا وعلى كلفة الإيجار قضية شائكة وتخضع لتناقضات الأرقام، ويمكن اعتبار هذا الموضوع يعني يخضع لكثير من الغموض، ولربما هذا يفسر ايضا يعني تراجع بعض العواصم العربيه عن تمويل عمليه اللجوء السوري بالطريقه الاولى وميلها الى المساعدات العينيه او تقليل مستوى المبالغ الماليه المدفوعه او دخولها كطرف شريك في اداره عمليه الاغاثه كما نرى في مواقع عديده. استاذ علي، دعني اسالك عن هذه المساله. اولا الارقام، يعني هل لدينا معلومات واضحه بالنسبة لحجم المساعدات التي ضخت أو التي تم التعهد بها على الأقل للذهاب في هذا الاتجاه، مسألة مساعدة اللاجئين السوريين؟ الرقم الذي سمعناه منذ فترة مليار ونصف دولار، لا أدري إذا كان هذا عبارة عن تعهدات وتم الوفاء بجزء منها على الأقل أم ماذا؟ يعني يا ريت تشرح لنا الموضوع المالي بشكل مبسط إذا أمكن. النداء للاستغاثة التي أطلقته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وتقريبا 50 مؤسسة أيضا معنية في دعم الجهود لإغاثة اللاجئين السوريين في الأردن، هذا النداء الاستجابة كان بحوالي مليار دولار، لم يصلنا إلى هذه اللحظة 45%، واحنا عم نحكي بشهر آب يعني من اطلقناه ببداية العام لم يصلنا الا 45% فقط من هذا النداء. نناشد الدول بشكل مستمر ان يقوم بدورهم الانساني تجنبا للمخاوف الذي ذكرناها سابقا، سواء كانت دعم فرق الدعم النفسي أو كمان حماية اللاجئين أو برامج توعوية أو دعم البنى التحتية الأساسية للمخيم، مخيم ثاني أيضا في قيد الإنشاء حاليا في منطقة الأزرق. كل ذلك تكاليف بلا شك المورد المالي الأساسي لعملية التطوير والإنجاز، ف 45% فقط اللي وصلنا، ولهي اللحظة عم ناشد أن يقوموا بدورهم. يعني على سبيل المثال إحنا عم نحكي فقط على 30% من اللاجئين موجودين في المخيم، عندي 70% موجودين في مختلف المدن والقرى والمحافظات الأردنية، وهناك بعضهم مسجل داخل المخيم، ولكن يعني عمليا
يبقى خارج المخيم كما أشار التقرير؟ خارج المخيم التحدي الأكبر، يوجد لا يقل عن 512 ألف لاجئ سوري في الأردن مسجلين أو بانتظار التسجيل. دخل إلى الأردن منذ مارس آذار 2011 زاد عن 580 ألف. كل ذلك يعتبر أيضا ضغط على الموارد، سواء كانت موارد المفوضية أو موارد الدولة المضيفة بهذا المجال، سواء كانت بمياه، بطاقة، بكهرباء، بخبز، بمدارس، بتعليم، بصحة، كل ذلك مستشفيات، كل ذلك سخرت لدعم على الأقل أبسط الحلول لهؤلاء اللاجئين. طيب أستاذ علي، أرجو أن تبقى معي أنت والأستاذ ماهر، سنتوقف مع فاصل أخير ثم نعود لمتابعة هذا الحوار. أود أن أسأل على مسألة عودة اللاجئين إلى سوريا، هل بالفعل هناك أعداد كبيرة نسبيا تعود إلى سوريا على الرغم من الظروف الميدانية حاليا؟ نتابع هذا الحوار بعد الفاصل. نعود إلى الجزء المتبقي من هذا الحوار حول مخيمات اللجوء السوري، جريمة منظمة وتجنيد للأطفال. أرحب مرة أخرى بضيفي الأستاذ علي بيبي وماهر أبو طير. أستاذ ماهر، تحدثت قبل قليل أنت في الجزء قبل الفاصل عن مسألة التكسب المالي، الجهات التي ربما تستفيد من كل مسألة اللاجئين السوريين في الأردن. هل بالفعل هناك جهات تتكسب من هذه المسألة؟ هل هناك هدر في استخدام الأموال التي من المفترض أن تذهب لمساعدة هؤلاء وتحسين أوضاعهم؟ نعم طبعا، دعني أفصل هنا في الجواب بين جانبين، الجانب الرسمي والجانب الآخر الذي يتعلق ببعض الجمعيات والاتجاهات السياسية. في الجانب الرسمي كما أشرت لك، يعني هناك انطباع، سواء كان هذا الانطباع يعني ظالم أو عادل، أن هناك عملية تكسب مالية بشأن ملف الأزمة السورية في محاولة لتعزيز الخزينة الأردنية بسبب وضعها البائس وعبر مواصلة طلب المساعدات. لحظة، تقول هناك انطباع، يعني هذا مجرد انطباع أم أن هناك حقائق تدل على ذلك؟ لا لا، أنا أشرت لك قبل الفاصل أن الانطباع العام السائد بين السوريين وبين الأردنيين أن هناك مبالغة من جانب الخزينة في الشكوى وفي تعظيم كلفة إدامة حياة اللاجئ السوري. هذا الكلام قلته لك قبل الفاصل، هذا من جهة. من جهة ثانية، ردا على سؤالك، إذا ما كانت هناك جهات أخرى تتكسب بشأن ملف الأزمة السورية، طبعا هناك اتجاهات سياسية هنا في الأردن واتجاهات سياسية عربية أيضا تعمل في مجال الإغاثة وتمجه وتأتي وفود من دول عربية تحاول يعني مد جسور الإغاثة إلى اللاجئين السوريين هنا عبر جمعيات موجودة هنا أو عبر الاتصال المباشر بهم، ولكن ضمن لون سياسي محدد، وهذا توظيف سياسي واضح للأزمة السورية. وأنا هنا يعني هذا التكسب لا يعد تكسبا ماليا بقدر كونه تكسبا سياسيا على ظهر الأزمة السورية، وهذا توظيف واضح. يعني هناك وفود تأتي طوال العام من دول عربية تقوم بإنفاق الأموال أو تسليمها لجمعيات سياسية هنا بالأردن ذات اتجاهات سياسية محددة من أجل محاولة ربط اللاجئين السوريين بهذه الاتجاهات السياسية. ودعني أقول لك أن السلطات الرسمية هنا يعني من تحاول بكل الطرق يعني منع بعض الاتجاهات السياسية في عمان من الدخول إلى مخيم الزعتري كجماعة الإخوان المسلمين من أجل العمل في مجال الإغاثة، وتحاول حصرهم في أماكن محددة من أجل عمل عدم تحويل الأزمة السورية إلى سبب إضافي أو إلى وسيلة للتوظيف السياسي. وهذا جانب يعني خطير جدا وحساس، ولكنه غير مستغرب لأن كل الأزمة السورية تخضع للتكسب والتوظيف على مستويات متعددة سواء محليا أو إقليميا. أستاذ علي، هل هناك يعني مخيمات في دول أخرى، في تركيا على سبيل المثال، تدار بشكل مختلف كليا عما هو عليه الحال في الأردن؟ تركيا كما فهمت هي التي تشرف على هذه المخيمات وتديرها بشكل مباشر، أليس كذلك؟ حسب معلوماتي نعم، ولكن ضمن اختصاصي في المفوضية فمجال اختصاصي هو الأردن وما يحدث داخل الأردن من
تحديات يواجه اللاجئين السوريين في هذا المجال. طيب دعني أسألك سؤال متعلق بما سألته للأستاذ ماهر، هل هناك هدر في الموارد التي من المفترض أن تذهب لتحسين الأوضاع داخل هذه المخيمات؟ هل هناك يعني سوء استخدام، سوء استغلال، هدر بشكل من الأشكال لهذه الموارد؟ أي موارد تحديدا؟ الموارد يعني التي تصل ومن المفترض أن تذهب لتحسين الأوضاع داخل هذه المخيمات. بلا شك أن الموضوع هو أكبر من ذلك، الموضوع يجب أن يكون هناك تنسيق بشكل مباشر سواء كانت مع المفوضية أو الجهات الأردنية، خاصة فيما يتعلق بتحديد الأولويات. أهمية تحديد الأولويات والتنسيق في بناء وتطوير ودعم اللاجئين بلا شك داخل المخيم وخارجه يجب أن يكون ضمن سياق محدد. توجد موارد أو توجد دول تقدم مواردها أو تقدم المعونة في مجال يمكن أن يستعاض بمجال أو في منطقة أخرى ضمن المخيم للاستفادة منه بشكل مباشر، فالتنسيق هو الجزء الأساسي مع السلطات الأردنية والمفوضية في تحديد الأولويات والحاجيات التي هم بلا شك اللاجئون بحاجة إليها في هذه المرحلة. كما ذكرت سابقا موضوع الحفاظات كانت مشكورة أيضا في هذا، وفي أن كثير من الأمور نحن بحاجة بلا شك إلى دعم ومساندة على أرض الواقع، كالبيوت المتنقلة التي قامت أيضا دول عربية بمساندة المفوضية في احتضان هؤلاء اللاجئين في هذه البيوت ونقلهم من الخيم إلى بيوت المتنقلة. يوجد حوالي 16,000 كرفان داخل هذا المخيم، نحن بحاجة إلى 10,000 أخرى، عدا عن الأمور الحياتية الأساسية التي نحن بحاجة إليها. وقد ناشدنا مرارا للدول أن تقوم بمساندتنا في هذا المجال. أود أن ننوه هنا موضوع المخيم، أيضا التحدي لا يكمن داخل المخيم، التحدي يكمن خارج المخيم لما العدد الهائل الكبير من اللاجئين. 70% من 560 أو 570,000 متواجدين خارج مخيم الزعتري. هاي المشكلة والتحدي الكبير التي نواجهه في هذه الأيام. أستاذ ماهر، التقرير الذي خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، على الأقل أنه يكون دور إنساني لرسم البسمة على وجوه هؤلاء الأطفال. نعم أستاذ ماهر، التقرير الذي نتحدث عنه أيضا يشير إلى أن غالبية اللاجئين المسجلين داخل مخيم الزعتري يقيمون في مناطق خارج المخيم عمليا، يعني هناك 120,000 لاجئ مسجل داخل المخيم، إلا أن 70% منهم يقيمون في مختلف أنحاء الأردن. مغادرة المخيم مسألة ليست معقدة جدا، بحاجة الشخص إلى كفيل موجود من الأردنيين خارج المخيم، يقوم اللاجئ بدفع مبلغ بحسب التقرير يقدر بحوالي $500 لوسيط ما يمكنه من مغادرة المخيم والعيش في الخارج. يعني هل هذا ممكن برأيك؟ نعم، بطبيعة الحال هناك معايير وشروط من أجل تكفيل اللاجئ السوري وخروجه من المخيم الزعتري، وإذا كنا نريد الحديث هنا بشفافية، جرت مخالفات كدفع رشا يعني لبعض الأشخاص من أجل الهروب عبر أسوار المخيم، أو في حالات يعني كما أشرت حضرتك دفع مبالغ من أجل يعني جلب أشخاص من أجل كفالة بعض اللاجئين السوريين. يعني يا أستاذ مهند، أنا يعني أريد أن أؤشر على النقطة الأهم، هذه بيئة كما أشرت حضرتك في البداية، بيئة مزرية، بيئة صعبة وبائسة وحافلة بكل الممارسات الاجتماعية السيئة والإيجابية، ولذلك
البيت، لن يكون غريبا أن نسمع عن هكذا حكايات داخل مخيم الزعتري أو حتى في بيئة اللجوء بشكل عام. ولذلك أنا إذا عدنا إلى التقرير والاستخلاصات التي جاءت في التقرير، هذه الاستخلاصات يعني في نهاية المطاف هي جرس إنذار لكل الأطراف بما فيها السلطات الرسمية من أجل مراجعة الوضع في المخيم دون أن نستغرق هنا في النفي المطلق أو حتى يعني التعميم الكامل. شكرا جزيلا لك الأستاذ ماهر أبو طير الكاتب الصحفي كان معنا من عمان، وشكرا أيضا للأستاذ علي بيبي مدير العلاقات والتعاون الدولي في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين كان معنا أيضا من العاصمة الأردنية. غدا نفتح ملفا آخر من ملفات حوارنا على سكاي نيوز عربية، نلتقي على رأس الساعة.